جدد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تذكير جهات التعليم العام والعالي والمؤسسات التدريبية ومختلف الجهات المقدمة لبرامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني بمسارعة التقديم للحصول على التراخيص اللازمة لتمكينها من مزاولة وتقديم أنشطة التعليم الإلكتروني قبل نهاية المهلة المحددة بعد 90 يوما. هذه الرخصة كيف ستكون؟ ما تفاصيلها؟ ما آليتها؟ ما معاييرها؟ ومن الجهات التي ستعطى لها؟ للحديث حول كل هذه التفاصيل معي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الشويعر، وهو نائب مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعمليات والتشغيل. أستاذ محمد حياك الله، فيها هلا، وإحنا جدا شاكرين لك قبولك دعوة البرنامج. الله يحييك والشكر لكم طال عمرك، ويا هلا بيك وبالسادة المجتمعين. طبعا الشكر يتضاعف لأنه هذه ليست المرة الأولى اللي إجمالا أنتم في المركز تلبون دعوة البرنامج حقك، سواء أنت أو زملائك الآخرين في المركز. صحيح. فمن ويعني وحقكم علينا نشكركم. الله يسلمك. اليوم الجهات جالسة تمارس تعليم إلكتروني بدون رخصة. صحيح. وجات فكرة الرخصة، كيف ستحصل على الرخصة؟ وش المعايير اللي لازم أنها تحصل عليها؟ ومين الجهات؟ جميل. لعل يعني قبل الحديث إلى هذا في نقطة لابد أن أشير لها في الواقع، حتى قد تكون مدخل يعني للترخيص ولماذا الترخيص وإجابة لهذا السؤال. التعليم الإلكتروني كما تعلم ويعلم السادة المشاهدين أنه لم يعد ترفا أو هامشيا. صحيح. بل الآن أصبح ركن من أركان التعليم والتدريب، وهذا طبعا لمسناه جميعا إبان الجائحة. ليس فقط يعني كان واضحا فقط لخبراء التعليم والتدريب أو للممارسين للعملية التعليمية والتدريبية، بل للجميع بما فيهم الطلاب والمتعلمين بمختلف أشكالهم وأولياء الأمور. أضف إلى ذلك سلمك الله أن التعليم الإلكتروني يلعب دور كبير وأساسي في تكافؤ فرص التعليم والتدريب وسهولة الوصول كذلك. فبالتالي يمكن لأي متعلم أو متدرب في أنحاء المملكة أن يحصل على تدريب في أي جامعة أو معهد أو مركز تدريبي. وكأننا نقول أن الآن سوار التعليم أصبحت مفتوحة للجميع. هذا بلا شك أنه بيساعد على تنمية القدرات البشرية وبيفتح التعليم للجميع. ناهيك عن أن التعليم الإلكتروني الآن أصبح مكافئا للتعليم الاعتيادي إن لم يكن متفوقا عليه طبعا، وهذا لأن التعليم الإلكتروني كما تعلم ويعلم الجميع أنه يعني لديه ممكنات وأدوات وبرمجيات تقنية تساعد ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني من تطبيق نظريات التعلم واستراتيجياته بفعالية. جميل. مثل لما نقول التعلم التكيفي وغيرها من النظريات، فبالتالي بيكون التعليم يعني مرتكز نحو الطالب ومنغمس الطالب في العملية التعليمية، وهذا بلا شك أنه أفضل صور التعليم حتى فعلا ننتقل من التعليم يعني نقل المعرفة إلى تعليم المهارات، ويكون التعليم فعلا مقاد من قبل الطالب. جميل. دخلنا إلى موضوع الرخصة. إيه؟ مين الجهات اليوم اللي بعد 90 يوم لازم تطلع رخصة أو ما تقدم تعليم إلكتروني؟ طبعا الجهات سلمك الله هي جميع الجهات المقدمة للتعليم والتدريب الإلكتروني. إيه؟ سواء كانت في القطاع الخاص أو القطاع العام، في التعليم العام والتعليم العالي وجهات التدريب. فبالتالي كل القطاعات التي تقدم تدريب وتعليم إلكتروني في المملكة يقع عليه هذا الترخيص، حكومية وخاصة. حكومية وخاصة. كيف يطلعون هذا الترخيص؟ يقدمون على مين؟ طبعا الآن الترخيص حتى تحصل عليه الجهة، طبعا يعني أحب أوضح نقطة حتى في قضية 90 يوم، لأن لما أصدرت اللائحة، لائحة التراخيص، أعطيت هذه الجهات مهلة سنة كاملة. هذه السنة بقي منها 90 يوما إلا 6 أيام في الواقع. تنتهي بتاريخ 9/9 من هذا العام الميلادي. فبالتالي كان كل هذه الفترة متاح للجهات التقديم على الترخيص، وبالفعل قدمت كثير من الجهات وحصلت عليه، والآن هناك يعني جهات تمارس التعليم والتدريب مرخصا. حصلت عليه. نعم، حصلت يعني أنتم بدأتوا حتى قبل نهاية المهلة. بالضبط نحن بدأنا، وبالعكس يعني في هالمهلة هذه نهيب بالجميع مقدمي التعليم والتدريب ومن
يعني يرغب في تقديم تعليم وتدريب الكتروني أن يحصل على هذا الترخيص. التقديم يعني إجابة لسؤالك سلمك الله، التقديم سهل وميسر، مجرد الدخول على بوابة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أتمتت جميع مراحل التقديم للحصول على هذه الترخيص تسهيلا للتقديم على الترخيص والحصول عليه. فبالتالي سيجد جميع المعايير حتى قبل أن يقدم، هناك المعايير منشورة، جميع المتطلبات منشورة، جميع الشواهد المطلوبة للحصول على هذا الترخيص أيضا منشورة في الموقع حتى قبل أن يقدم. ليس هذا فقط سلمك الله، بل أن المركز حتى يضمن أن الجهات التي ترخص ترخص بشكل فعال وبشكل فعلا يحقق هدف الجودة، وضع برامج تدريبية وتأهيلية مجانية من بدأت هذه الحملة بشكل يومي. فكل جهة ترغب الدخول إلى هذه البرامج التأهيلية نأهلهم للحصول على هذا الترخيص ونأهلهم. يعني بمعنى أنه قد تتقدم جهة لكنها ليست مؤهلة بشكل كافي أن تقدم تعليم إلكتروني. هذا صحيح. طبعا تروحوا أنتم في المركز تعطوهم إيش، دورات؟ طبعا هو برنامج تأهيلي لتعريفه بهذا المعيار، لماذا وضع هذا المعيار، كيف يطبق هذا المعيار بفعالية، ونهدف صراحة يعني عدة أهداف. أولا حتى يطبق بشكل فعال ويكون مقتنع أيضا، وحتى يستمر في تطبيقه، لأن الرخصة بتكون على 4 سنوات مشيئة الله تعالى. أثناء هذه 4 سنوات أيضا بيكون في عمليات للقياس وعمليات للتطوير وعمليات لرفع من مستوى أداء هذه الجهات. طيب عظيم جدا. التقديم كله يتم إلكترونيا؟ صحيح، تعليم إلكتروني لابد. طيب، وحتى الدورات التدريبية الإلكترونية يعني. حلو. المركز هو الجهة الوحيدة التي تعطي هذا الترخيص؟ صحيح، لا توجد جهة أخرى. صحيح. طيب وش المعايير الآن؟ جاكم مركز سواء خاص ولا حكومي قال لكم أنا عندي تعليم إلكتروني، وش المعايير اللي بناء عليه تعطون الرخصة؟ طبعا المعايير هي معايير فنية، هناك معايير خاصة للجهة وتعنى بالتأكد من جاهزية هذه الجهة لتقديم البرامج التعليم الإلكتروني، ومعايير أخرى خاصة لكل برنامج تدريبي أو تعليمي. أنا أعطيك مثال حتى أوضح وش نقصد بهذه المعايير. مثلا أحد المعايير يتطرق، أو محور كبير وتحته عدة معايير يتطرق للتأهيل والدعم. وش نقصد فيه؟ أحد المعايير يتكلم عن تأهيل أعضاء التدريس أو المدربين أو المعلمين لتقديمهم لهذه البرامج، بمعنى لابد أن تكون هناك برامج تدريبية لكيف يدرس ويعلم المعلم والمدرب بواسطة نمط التعليم الإلكتروني. هذا أولا. ثانيا كيف يستخدم هذه التقنيات بفعالية؟ يعني ذكرنا في بداية الحديث أن التعليم الإلكتروني ممكن بتقنيات رائعة جدا. طيب هل مقدم هذا التعليم متمكن أيضا لاستخدام هذه التقنيات؟ فهذا أحد الشروط التي وضعناها في المعايير، نتأكد أن هذه الجهة تقوم بتدريب مستمر وليس تدريب لمرة واحدة. المقدم الجهة ولا الفرد اللي داخل الجهة؟ طبعا أنا لما أتكلم عن الترخيص هو للجهة، لكن الجهة مطلوب منها أنها تدرب هؤلاء الأفراد والممارسين لديها لتقديم التعليم الإلكتروني. بالمناسبة أخوي مفرح السادة المشاهدين، التدريب ترى حتى يسقط على المتعلمين، لأننا حريص أيضا أن هذا المتعلم يستخدم هذه التقنيات ويتعلم ويتدرب بأسلوب فعلا فعال. فبالتالي أثناء تطبيقنا لهذا المعيار نتأكد من وجود هذه البرامج التدريبية والتأهيلية، وأثناء مدة الرخصة ستكون هناك زيارات أيضا أونلاين عن بعد، نتأكد أن يوجد تدريب وأن المعلمين والمتعلمين يستطيعون أن يمارسوا العملية التعليمية بنمط التعليم الإلكتروني بكفاءة. جميل. هذا أحد المعايير يعني، وهناك معايير كثيرة. حلو. جدا. النظام أو اللائحة يفرض عقوبات على من يمارس التعليم من غير رخصة بعد 90 يوم؟ طبعا يعني أبشرك ولله الحمد أن خلال جولاتنا السابقة وخلال لقاءاتنا مع الجهات المقدمة للتعليم والتدريب الإلكتروني، أولا البشارة الأولى كما يقولون أن الحمد لله أن الجهات في المملكة العربية السعودية حصلت على نقلة نوعية، وخصوصا أثناء الجائحة وفق توجه المملكة العربية السعودية في هذا. فبالتالي كثير من الجهات مستعدة لهذا الأمر، اللهم فقط بقي عليهم بعض الأمور التي نحتاج أن نتأكد منها وفق المعايير. هذا أولا. الثاني أن هذه الجهات يعني هي التي تبادر وتسعى لهذا الأمر، لأنها أولا مفيد لها، لأنها يرفع من جودة تعليمها وتكون منافسة جيدة
في سوق التدريب و ومن جهة أخرى أستاذ محمد، حتى المتدرب اللي يدخل يطمئن لما يشوف رخصة وشهادة بالضبط ومكان معترف رائع. وهذه نقطة فعلا مهمة، يعني لما نتكلم عن الأثر الثاني مثل ما تفضلت، المدرب المتعلم ليس هذا فقط، حتى أصحاب الأعمال الآن لما تجي شهادة حاصل عليها بنمط التعليم الإلكتروني سابقا كانت يعني مشكوك فيها، يعني الواحد يعني يعيد النظر ويبغى يتأكد، لكن لما تأتي هذه الشهادة وهي مرخصة والبرنامج مرخص من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لا، فبالتالي أصبحت تحمل جودة، تحمل قوة، فبالتالي حتى هذا بينعكس مشيئة الله تعالى على سوق العمل. طيب، ومخرجات التدريب والتعليم. يعني أنا أعتقد أنه تقريبا ما يخص الرخصة صار واضح. إذا تسمح لي أتمدد شوي في هذا الحوار معك. اليوم واحد من المشاهدين والمشاهدات خلف الشاشة يشوف هذا الحوار ويقول يعني المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وش جالس يسوي، وش يقدم غير الرخصة؟ ممتاز. طبعا يعني لما أنشئ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بقرار مجلس الوزراء، كان الهدف الأساسي من إنشاء ضبط جودة التعليم الإلكتروني. أحد يعني طرق ضبط الجودة هي يعني وضع المركز للمعايير والترخيص عليها، هذا أحدها، ولكن مثل ما تفضلت ليس كل شيء. في الواقع المركز الوطني يقدم دراسات في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، وقدم دراسات في للتعليم العام والتعليم العالي، كانت دراسة العام الماضي وقدم دراسة هذه السنة لقياس جودة التعليم المقدم، وأرسلت نتائجه وطلعت من هذه الدراسات مبادرات، وعملت عليها وزارة التعليم مشكورة على هذه المبادرات، وذلك لتحسين العمليات التعليم والتدريب الإلكتروني، هذا أحدها. منها أيضا هناك مؤشر التعليم والتدريب الإلكتروني يقودها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والمؤشر هذا لقياس مؤشر لجميع الجهات المقدمة للتعليم بشكل عام ومدى تفاعلها مع عمليات التعليم والتدريب الإلكتروني. أيضا من الأمور المهمة التي يعمل عليها المركز هي الابتكار، أن نعرف أن التعليم الإلكتروني معتمد على التقنية، والتقنية متجددة ومتغيرة، فبالتالي لابد أننا نواكب هذا التغير. المملكة العربية السعودية كما تعلم أصبحت الآن يعني رائدة في هذا المجال من مصاف الدول المتقدمة، وليس ولم نعد تابعين في الواقع، فبالتالي المركز الوطني يعنى بالابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني حتى فعلا تكون لدينا تقنيات تدعم عمليات التدريب والتعليم ونرفع من جودتها. وهناك برامج تدريبية تقدم لممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني حتى فعلا نحقق هذا الهدف، وغيرها في الواقع من الأمور التي تصب في الهدف الأساسي وهو ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني. طيب، أيضا سؤال آخر يفرض نفسه، العلاقة بين المركز ووزارة التعليم وش هي؟ طبعا المركز ووزارة التعليم بينهم علاقة قوية جدا. أولا رئيس مجلس الإدارة هو وزير التعليم، هذا أولا. ثانيا الوزارة كما تعلم هي المناط بها التعليم العام والتعليم العالي وبعضا من المعاهد والمراكز التعليمية ذات العلاقة بالخط واللغات. العلاقة المركز معني بالترخيص لعمليات التعليم الإلكتروني، والوزارة هي المسؤولة عن العمليات بشكل كامل. لما نتكلم عن أدوار المعلمين، نتكلم عن المحتوى، نتكلم عن المقررات، نتكلم عن المخرجات وقياسها، ونتكلم عن الاختبارات والشهادات وتصديرها إلى آخر، فجميع عمليات العملية التعليمية بلا شك هي مناطة بوزارة التعليم، ولكن يأتي المركز الوطني مكملا لهذه العمليات لضبط فقط الممارسات والعمليات تتم بنمط التعليم والتدريب. جهة تشريعية يمكن أن تكون لموضوع التعليم الإلكتروني إجمالا؟ من؟ اللي هو المركز؟ المركز بلا شك هي جهة تشريعية تعتبر. طبعا عادة يقال الجهة التشريعية هي بلا شك مجلس الوزراء، لكن هي جهة تنفيذية للتشريع الذي أسند لها من مجلس الوزراء. جميل، إذا صح التعبير. أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك ولهذا الحوار، ونرجو لكم كل التوفيق. سلمك الله، والشكر لك. سلمك الله وللسادة المشاهدين. شكرا جزيلا. بعد هذا الفاصل ألقاكم في موضوع ثاني في أحد.